سلام، صباح النور. معكم كوزين دو شازا. ان شاء الله يا ربي راكم بخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله حندير لكم ان بلا يعني اللي طيب هنايا فوق النار وفوق هنا فوق يعني فوق الفرن فوق الريسان، وثاني ندخلوه للفوق بوغ شونجي ان بو. حندير هذا جواز تاع بطاطا بالدجاج والبيزي اللي هي الجلبانه ولا الجلبان، يعني كل البازيلا باللغه العربيه الفصحى. هنا كما كتشوفوا سكرفشت بصله يعني متوسطه الحجم، ودرت بيان سيغ الزيت، وهنايا عندي شويه بلون، ودرت يعني حندير الملح. فوالا هايليك بسم الله الملح، وشويه فلفل كحل راس تاع المغرفه تاع القهوه، وثاني شويه قرفه ثاني كيف راس تاع المغرفه تاع القهوه. الدجاج تاعي ما بيض راهو يتقلى، انا ثاني ندير معاه البيزي تتقلى. هانا هنا عندي كميه، نتوما عدد افراد العائله، نتوما الميجر تاعكم. انا هذه هي طريقتي، ما نمشي حتى نمرق باش نرمي الجلبانه ولا البيزي ديالي، نحب نقليها مع الدجاج والبصل باش تنحل هذيك الزفره وهذيك الريحه وتجي بنينه وتطيب لنا بالخف. نغلق دوق على الطنجره تاعي ونخلي كل شيء يتقلى. انا راه تقلات البصل والبيزي والدجاج باش نعرفوا اللي تقلى. شفتوا مع الاول كنتو الفيديو كان هنا قاع تاع الطنجره، نجي غير دوق الزيت هذاك عاود طلع ثاني تبان بلي الحاجه تقلات. انا بيان سور غليت هنا الماء نمرق به، ما تمرقوش بما بارد سينو تعاود تتكرس لكم الحبه تاع الجلبانه وتولي يابسه. هايليك نقصو للفرن، نقصو كامل. هايليك خص ما غطيت زيت شويه باش طحن ندير غادا دونك نسحق هذيك لاصوص تاعو. فوالا دوق انايا نغلق على الطنجره تاعي ونخلي الدجاج والجلبانه تاعي. الان بعد ما طاب المرق تاعنا شوفوا كيفاش جا شباب. قلت لكم درت شويه زياده على الجل غراتا باش ما يجينيش ناشف، ونخلي دو كوتي كي نقطع نصبي ثاني مع لاصوص. دونك البطاطا شوفوا كيفاش قطعتها، قطعتها هكا على دائرات صغار، ولي كبار قسمتها على اثنين. فتت هذاك البلون نص هذاك الجدر تاع الدجاج راني فتته هنا من الفوق. فوالا فرشت البطاطا فوقها الدجاج ودوق نجي نسقي. بسم الله نرمي كاملة هاد البيزي تاعي أو الجلبانة أو الجلبان وتوخ. هنا هاوليك درت كمية، وكمية خليتها نعاود نردها شوية فوق النار باش نخليها شوية تعقد باش نسربيها من بعد مع لي مخصو تاعي تاع لو غراتان. هنا درت حبيبات ولاد الدجاج قطعتهم بلا بالكريمة السائلة كخيم فخاش ليكيد وشوية شيدر. فوالا دوق نرميهم هنا من الفوق بهذا الشكل. هايليك نبدلو شويه على التغماس، وهذه هي دوق نسوي لها السطح تاعها. الفوق بيان سور سخنتو على 200 درجه، نحط دوق الكغراتان تاعي يتجمر ويتحمر. الطبق راهو تحمر وتجمر كما حنا نقولو في الفوق. كما كتشوفو هاوليك ما خليتوش نشف بزاف، لو كان تخلوه يحمر بزاف وتحبوا تحصلوا هذيك طبقه حمراء بزاف من الفوق، ديروا في بالكم باللي المرق ينشف لكم البطاطا تاني، يعني بعد ما يوليش الكغاطا تاعكم شباب. كاين دي الكغاطا اللي يحبوا يتحمروا بزياده من الفوق، وكاين كيما هادو الجوازات خلوهم شويه طريين، باسكو ديروا في بالكم كيما حنا نقولوا دوقا كي خرجتو راهو سخون دوق يزيد يبرد يزيد يتماسك. الوغ ايماجيني كون زيتلو في الطياب من بعد سا سرا با ني بو ني بون ا مانجي داكور. دوك انا نخليه يبرد شويه باش نقسم. طبقنا لنهار اليوم جواز تاع بطاطا وبيزي ودجاج، رديناه غراتان، يتسمى غراتان بطاطا وجلبانه. فوالا قدمته مع لاصوص مع حبيبات تاع الجلبانه. شوفوا كيفاش جا كي قسمته، رائع يعني ويخرج الله يبارك. حقيقه ها ملي كلي مخصو تاع الدجاج ما جاش ناشف، دوق نوري لكم كي نقسم باللي جا فريمون طري، يعني جا حاجه بنه. هاوليك شوفوا كي نقسمو، ها شوفوا الداخل بسم الله جا روعه. سي تري بون. نبدلو شويه فوالا، منها عندكم جواز منها عندكم الكغاتا. ان شاء الله الوصفه عجبتكم.
جربوها، ما تنسوناش بدعاوي الخير. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى مع كيزين دشازا. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.